للحديث أكثر عن الموجة القادمة للثورة والتحضيرات لها في ظل تشابه الأجواء الحالية مع السنة الماضية، تنضم إلينا الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف عبر الهاتف من بغداد. دكتورة آلاء، مرحبا بك. مرحبا، شكرا للاستضافة. أهلا بك دكتورة. مع اقتراب ذكرى اندلاع ثورة تشرين، كيف تجدين الأوضاع في العراق؟ حقيقة ذكرى اندلاع ثورة تشرين المباركة اعتبرت الجماهير الزائرة عبارة عن يوم وطني للعراق، فيه تجددت النبض العراقي الذي نادى بلبيك يا عراق ونسى كل المسميات ولم يتذكر سوى كلمة العراق. لهذا الاستعدادات جارية على قدم وساق في جميع المحافظات وفي الشباب بصنفيهم، يعني الشباب والإناث مستعدين على أتم الاستعداد للوقوف بالساحات من جديد في احتفالية كبيرة لذكرى اليوم الوطني العراقي. هل لا زال الشعب العراقي يصدق الوعود الحكومية التي طالما لم تنفذ؟ مستحيل، يعني أصبحت عبارة عن محط ازدراء لكافة شرائح المجتمع. يمكن احنا في يوم 1 تشرين 2019 كانت بعض الفئات من الشعب اللي لا يزال يتملكها الخوف ما قدرت تجاهر باسنادها ووقوفها الى جانب الثوره، لكن بعد مرور هذه السنه وتعرض البلد الى جائحه الوباء اللي ساحل البلد وشافوا العنف الحكومي تجاه المواطن فضلا عن الكثير من الاخفاقات اللي رافقت خاصه الحكومه منذ تشكيلها هذه الاخيره الانتقاليه منذ تشكيلها ولغايه الان، اذ لم يصدر عنها اي شيء يدعو للثقه فيها، فحتى الناس اللي كانت على يعني ما بين وبين اصبحت تجاهر بعدم ثقتها بها. هل بات خطاب الثوار اذا يعني اكثر مصداقيه بالنسبه للشعب؟ خطاب الثوار منذ اليوم الأول كان يحظى بمصداقية عالية لدى الشعب. خوف الشعب كان خوفا على الثوار من شدة القمع اللي تعرضوا له من الجهات الميليشياوية والأحزاب السلطوية المنضوية تحت سلطة الحكومة، لكن احنا بالحقيقة يعني في كل يوم الحكومة بنكتشف انه هذه الحكومة هي لا تفرق اي شيء عن سابقاتها، واخرها عملية محاولة تهريب المجرم جميل الشمري تحت ذريعة الإجازة الوهمية. إذا كان وزير الدفاع هو من أعطى الإجازة لهذا المجرم اللي برقبته دماء المئات من أبناء الناصرية العزيزة، فإذا هو شريك بالجريمة ونحن نطالب بوضعهم هو وجميع خلف القضبان. أما إذا كان لا يعرف فالطامة الكبرى أتعس وأتعس، إذ إنها حكومة منخورة السوس يأكلها من أسفلها إلى أعلاها. رافق ثورة تشرين طبعا تهديدات ميليشياوية أيضا أصدرها أو يعني انطلقت من قادة الميليشيات، وهناك عمليات اغتيال وعمليات قمع أيضا جرت. كيف كانت ردة فعل الشارع العراقي تجاه ذلك؟ حقيقة كل شيء متوقع منهم، هؤلاء ميليشيات لم يستحوا ولم يأنفوا من أنهم عملاء للأجنبي، هم بذات نفسهم يصرحون علنا أننا عملاء للجهة الفلانية وللجهة الفلانية. الصراع الآن أصبح صراع وجودي بين جهات ميليشياوية تابعة كلها بذاتها إلى جهة تدفع لها معاشاتها وتدفع لها رواتبها وهي مدينة لها بالولاء بالعقيدة أو ما يسمى من هذه التسميات، مع ابن البلد الحقيقي، مع العراقي الأصيل، مع ابن الأرض، مع صاحب الحق بامتلاك الثروات وبامتلاك القرار السيادي. انتهى هؤلاء الميليشيات، انتهكوا سيادة العراق، انتهكوا حرمة أراضيه، انتهكوا مقدساته، انتهكوا حق الإنسان بمواطنته بهذا البلد. حاولوا شق الصف الوطني
إلى مسميات طائفية، لكن الحمد لله أكبر دليل على نجاح هذه الثورة أن الوعي اللي تملكه الجماهير بعودتهم إلى وطنيتهم وإلى خيمة الوطنية التي تجمعهم ونبذ خيمة الطائفة. إذن هل تتوقعين أن تكون هناك موجة أكثر اتساعاً من موجة بداية ثورة تشرين خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا بالتأكيد هذه العودة راح تكون أشد وأقوى من سابقتها، راح تبدي يمكن بواحد تشرين، لكن يوم الحسم متى يكون؟ التسهيلات من رب العالمين، لكن نحن عزمنا على أن لا عودة إلا بالحسم، إلا ب قلع هذه الكراسي المترنحة مثل ما أسميتها حضرتك بتقريرك. هي عبارة عن سن مترنح لا أكثر ولا أقل، لا يستغرق سوى ساعات بسيطة الاقتلاع من جذورة والتخلص من أعبائهم وما تركوه من أزمات إلى البلد والعودة بالعراق والعودة بمدن العراق العزيزة. نعم. إلى سابق عهدها ويرجع العراقي مثل ما كان. من بغداد الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطفى، نشكرك شكرا جزيلا.